الأهلي في النمسا، والنهاردة كان استئناف لتدريبات الأهلي بعد الجولة الحرة والراحة بالأمس اللي منحها مارسيل كولر لكل اللاعبين وأفراد الجهاز الفني. طبعا شايفين بعض اللقطات من الجولة الحرة امبارح في شوارع العاصمة فيينا، كهربا مع الجالية المصرية، خالد عبد الفتاح، أحمد عبد القادر، الناس امبارح كلها استمتعت. وأكتر حاجة أسعدتني وأسعدت كل الأهلوية حالة البهجة والالتقاء جماهير الأهلي والجماهير المصرية والجماهير العربية بلاعبي الأهلي والجهاز الفني في الشوارع في النمسا في العاصمة. طبعا كولر مش غريب عن المكان، ده راجل اشتغل في النمسا ودرب من منتخب النمسا حوالي 8 سنين، ولكن امبارح الجالية التونسية بتلتقي بعلي معلول، الجالية المصرية بتلتقي بكهربا، بقفشة، بخالد عبد الفتاح، بمروان عطية. لا المشهد المشهد جميل، والواحد متفائل بصراحة من المعسكر ومن اللقطات اللي جاية من النمسا. كمان زميلنا فاروق صلاح بصراحة يعني مدينا تفاصيل كتيرة جدا عن معسكر الأهلي في النمسا، وبيتكلم كمان على مدى يعني تفكير وتجهيز كولر لهذا المعسكر. ولكن بقى هسيبكم انا مع الجوله شويه، واكيد طيب نكمل في الجوله وارجع لكم تاني. دي لقطات بنزحها لحضراتكم من جولة الأهلي في النمسا من امبارح، وبالتأكيد لقطات حصرية على شاشة قناة الأهلي. ولكن بقى التفاصيل والأخبار والكواليس كالعادة نروح لزميلنا فاروق صلاح موفد قناة الأهلي في النمسا عشان نعرف منه آخر الأخبار. فاروق مساء الفل. برحب بيك يا محمد، وبرحب بكل مشاهدينا مشاهدي ومتابعي شاشة قناة النادي الأهلي في كل مكان. طيب عايز اعرف منك اخر الاخبار النهارده، النهارده استئناف التدريبات بعد الجوله الحره بالامس، فاخر الاخبار عندك، لان كمان عندي مجموعه من الاسئله كده عايز اعرف انطباعات الجهاز الفني على قرعه الدوري الافريقي بالامس. يعني محمد خليني في البدايه اقول لك بالنسبه لي الامس طبعا كانت الجوله الحره، الجميع استمتع هنا بالاجواء في فيينا وفي النمسا بصفه عامه. اللاعبين طبعا انت عارف اليوم بالامس كانت جوله حره منحها الجهاز الفني للاعبين، يعني تقدر تقول لعيبه كل لعيب يعني قدر ان هو يجيب بعض الامور الخاصه بيه في سواء الاحذيه الرياضيه زي ما قلنا بالامس او الحراس المرمى بعد القفازات مع يعني الشوبينج شويه امور كده. الجميع استمتع هنا بالاجواء. طبعا زي ما انت قلت محمد الجاليه العربيه اللي كانت بتدور والجاليه التونسيه اللي بتدور على علي معلول، زي ما انت قلت بالفعل ماستر كولر بيتمتع بشعبيه جارفه هنا في النمسا. يعني بعض الاحاديث الجماهير في النمسا يعني كان مع مستر كولر يعني بيقولوا له احنا عارفين ان انت بتدرب ريال مدريد افريقيا، النادي اللي بيشبه ريال مدريد في قاره افريقيا هو النادي الاهلي. مستر كولر كان مبسوط بانطباع الجماهير هنا في النمسا ان هم متابعين اخباره ومتابعين اخبار النادي الاهلي. طبعا خلاص الجوله الحره كانت الامس، لكن النهارده بقى رجعنا تاني محمد للاجواء المعسكر الفريق اللي استأنف تدريباته. تدريب الصباحي كان في تمام الساعه العاشره والنصف، وكان منقسم لجزئين يعني ما بين الجانب في الجيم بعض اللاعبين في الجيم واداء بعض الجوانب البدنيه مع تيتسيان اندويا مخطط احمال النادي الاهلي، ثم الشق الفني لمستر كولر مع اللاعبين. يعني برضه اقدر اقول لك يا محمد المجموعه اللي بتخلص في الجيم بتيجي طبعا تكمل تدريباتها في الملعب. يعني كان مستر كولر مقسم اللعيبه لمجموعات، جزء يكون في الجيم بعد اداء الجانب البدني في الجيم بينضم طبعا لتدريبات الكروي الشغل الفني، لكن الامر الثابت دايما يا محمد بتلاقيه في التدريبات هو الجانب التخصصي اللي بيشتغل عليه مستر كارلوس.
احنا قلنا بالامس مطور الاداء اللي بيشتغل مع بعض اللاعبين، ممكن تلاقيه شغال محمد مع 4 5 لاعبين، ممكن ينضم ليهم لاعب سادس يشتغل معاه على بعض الجوانب التخصصيه الخاصه بالشق الهجومي طبعا للفريق بصفه عامه. ودي من الامور اللي هي خلاص بقت يعني حاجات معتاده في التدريبات النادي الاهلي، سواء التدريب الصباحي او التدريب المسائي. طبعا الجانب البدني او الجانب اللي يعني تقدر تقول التاهيل، الكابتن عمرو السوليه ماشي بخطى ممتازه جدا في البرنامج التاهيلي. طبعا في اكتر من فرد، او في انت عارف خليه عمل في النادي الاهلي مستمره، يعني امام عاشور واكرم توفيق وكريم فؤاد الثلاثه. طبعا انت عارف في جزء خلاص تاهيلي اخير بياخدوه بجانب تدريبات الكره والتدريبات البدنيه، من اجل يعني ان انت توصل لعيبه للمرحله الحاله البدنيه، لان مستر كولر بيجهز اللعيبه طبعا لمباراه السوبر الافريقي بعد ما خلاص خد التصريح ان اللعيبه من كريستيان فينك الطبيب النمساوي ان خلاص اللعيبه تقدر تشارك في المباراه من اللحظه اللي انا بكلمك فيها، خلاص الامر بالنسبه للاعبين. فبالتالي بعض الجوانب البدنيه طبعا مع الدكتور محمود حامدي طبعا اخصائي التاهيل في النادي الاهلي، في يعني تقدر تقول اجزاء كتير جدا بيشتغل عليها، سواء الدكتور وفائي مع دكتور تامر ابو العينين مع كل الطاقم الطبي في النادي الاهلي، تجهيز كافه اللاعبين، التدريب طبعا انتهى زي ما قلنا محمد، الجوانب التخصصيه، التركيز على بعض الجمل الفنيه والكرات الثابته اللي بيشتغل عليها مستر كولر. طبعا هيكون في تدريب مسائي، يعني التدريب المسائي هيكون في تمام الساعه 5 بتوقيت النمسا، 6 بتوقيت القاهره باذن الله. تقدر تقول يعني ان شاء الله من الكواليس، من الامور اللي احنا لمسناها في اللاعبين، خلاص انت قفلت خلاص صفحه الجوله الحره بالامس، خلاص عندي تركيز مباراه السوبر الافريقي الحديث الشاغل للاعبين في الفتره القادمه. ان شاء الله يكون يعني يوم موفق للنادي الاهلي، يوم مباراه السوبر، ويتوج النادي الاهلي بطل السوبر باذن الله. طيب انطباع الجهاز الفني على قرعه الدوري الافريقي يا فاروق، وامبارح تابعوها شافوا الفرق المنافسه الانطلاقه مع سيمبا، تعليق كولر، تعليق الجهاز الفني، تعليق اللاعبين، يعني انقل لنا كده يعني رصد كده لما رصدته او شفته من خلال متابعه الجهاز واللعيبه للقرعه. يعني خليني اقول لك يا محمد، بالنسبه لمستر كولر يعني انطباعه كان بسيط شويه، لانه قال انا تركيزي منصب على مباراه الاتحاد العاصمه، يعني التركيز كله على مباراه الاتحاد العاصمه، هي المباراه الاهم دلوقتي، لان انا دايما بشوف المرحله اللي انا موجود فيها ايه، المرحله القادمه اتحاد العاصمه. لكن اكيد طبعا يعني فريق سيمبا قال طبعا هي مباراه قويه جدا، فريق سيمبا من الفرق اللي هي تعتبر في التصنيف الثاني، ولكن هو افضل الفرق في هذا التصنيف. بعض اللاعبين بالانطباعات، انت عارف يعني النادي الاهلي هو القيمه الاكبر في القاره الافريقيه، فكان طبيعي يكون موجود في المباراه الافتتاحيه. مواجهه صعبه جدا، اللعيبه اتكلمت على المواجهه، اللعيبه يعني انت عارف انت في طريقك خلاص فريق يا صن داونز او بترو اتلتيكو، الجميع مش عايز يتكلم على مواجهه محتمله ما بين الاهلي وصن داونز في البطوله، لكن التركيز يكون على مباراه سيمبا. لكن النقطه اللي يعني المهمه برضو ان احنا يعني مع كابتن خالد قال في فتره صعبه جدا يبقى عندك عدد سفريات كتير جدا طبعا وتجهيزات، فيعني انت بتقدر تبدا من دلوقتي بتجهز مجموعه يعني انت عارف حاجات الاداريه واللوجستيه للنادي الخاصه، سواء بالسفر للسعوديه ثم السفر لتنزانيا في وقت، يعني تقدر بتجهز هذه الامور. يبقى عندك طبعا انت عارف البطوله تبدا يوم 20 اكتوبر، هتبقى عندك مجموعه سفريات ورا بعض، سواء ان شاء الله بعد تجاوز عقبه سيمبا التنزاني هيبقى عندك يا مواجهه مع صن داونز وهي مواجهه محتمله، او بترو اتلتيكو، ثم المباريات الاخرى، هيكون عدد مباريات في فتره يعني صعبه جدا وفتره قليله جدا. لكن اللعيبه الجهاز الفني هدفه البطوله، مهم جدا ان النسخه الاولى للبطوله يكون فيها النادي الاهلي هو البطل، ودي الطموح اللي عند اللاعبين. بعض اللاعبين بتتكلم احنا عندنا بيقول يا محمد احنا من السنه دي حققنا 5 بطولات، احنا يعني السنه الجايه بننافس على 9 بطولات 8 بطولات أكيد. هدفنا ان احنا نحقق البطولات. النادي الاهلي لا يخشى احد طبعا، ولكن فريق سيمبا طبعا واحد من الفرق اللي طبعا الاسماء اتفضل يا محمد. اللعيبه، هل اللعيبه برضو يعني انشغلت بالقرعه، عرفت ان في مواجهه مع سيمبا، لو كسبت ممكن تواجه صن داونز؟
بالفعل يا محمد، يعني اللعيبه اثناء الجوله الحره كانوا متابعين القرعه، هنشوف احنا ما احنا مع مين مواجهه سيمبا. في بعض اللاعبين، خليني اقول لك ان بعض اللاعبين كان متوقع هذا الامر، يعني قبل القرعه كده كان بعض اللاعبين قال لك احنا انا متوقع ان احنا نلعب مع سيمبا، خاصه ان الاتحاد الافريقي اعلن ان المباراه الاولى او المباراه الافتتاحيه تكون في تنزانيا، فكتير كتير من اللاعبين كان متوقع قال لك ان احنا ممكن يعني بنسبه كبيره نلاعب سيمبا في المباراه الاولى. تعرف اسم النادي الاهلي في المباراه الافتتاحيه، وجود النادي الاهلي في ملعب سيمبا اكيد هيدي قوه للبطوله، وهيدي يعني انت عارف البطوله مستحدثه بالنسبه للاتحاد الافريقي، مهم جدا ان هو في اول يعني زي ما بيقول اول طلعه يكون بالشكل او بالحضور الجمهور، يعني اللي اعتقد مش هيكون بالشكل الا في وجود النادي الاهلي، يعني استاد سيمبا مش هيكون بالشكل الممتلئ عن اخره أكيد. الا في حضور النادي الاهلي ووجود النادي الاهلي، لكن اللعيبه ان شاء الله مركزه ان شاء الله نتجاوز عقبه سيمبا، نتجاوز ان شاء الله عقبه سان داونز او بيترو اتلتيكو، وان شاء الله نكون موجودين في المباراه النهائيه باذن الله. عندك اي تفاصيل او اي اضافات؟ عايز اضيف لك يا محمد نقطه مهمه جدا، المباراه الوديه للنادي الاهلي طبعا هتكون خلاص يوم الثلاثاء في تمام الساعه 5 بتوقيت النمسا، 6 بتوقيت القاهره، يعني خلاص انا باكد لك على هذا الموعد، تقرر ان المباراه تكون في تمام الساعه 5 بتوقيت النمسا، 6 بتوقيت القاهره، طبعا انت عارف مع احد اقوى الفرق في الدوري السلوفيني، وبالمناسبه من الفرق اللي هتلعب في اليوروبا ليج، واحد من الفرق يعني القويه جدا في الدوري السلوفيني. طبعا مستر كولر مجهز سيناريوهات كتير، مجهز انت عارف امور كتير جدا، البدايه اللي انت بتخلق برضو مجموعه، عايز تجرب بعض اللاعبين في هذه المواجهه، وتكون ختام قوي جدا طبعا للفريق قبل طبعا العوده الى القاهره والتحضير طبعا لمباراه الاتحاد العاصمه باذن الله. باذن الله. زميلنا فاروق صلاح موفد قناه الاهلي في النمسا، انا بشكرك شكرا جزيلا على كل هذه المعلومات والايضاحات حول استعدادات الفريق لمباراه السوبر وختام المعسكر بمباراه وديه يوم النهارده الاحد، يوم الثلاث ان شاء الله في النمسا، المباراه الساعه 6 بتوقيت القاهره.